اهلا اهلا اهلا، عرفت حلمهم جي ايدل. مستغربين؟ الصراحة انا ماني مستغربة، لاني انا المفروض من اول احب جي ايدل، بس اللي يعرفني من زمان في تيك توك او يشوف تيك توك حقي، كان عندي البومين لجي ايدل لو تعرفوا، اللي كانت عودتهم كي عليها وينك، بس الصراحة ما كانت دي، كانت لصاحبتي. فدي أول نسخة فيزيكال لألبوم تي ايدل. صراحة مرة مبسوطة إني أخذت دي النسخة، كفاية إنه عليها بسة، وشكل الألبوم الصراحة مرة عجبني، فكنت لازم أخده. واللي مرة خلاني أخذ الألبوم أغنيتهم كوين كارد، كنت لازم لازم أخذ لدار آل لدي العودة ألبوم. وانا اشوف هنا كيف ميون مرة شكلها حلو، ترى توي حفظت اسماء العضوات الباقيين اللي كانت اللي كنت اعرفها فقط سايون، ودحين جالسة اقول اوه ماي جاد مرة جذبتني ميني، مرة جذبتني، بس حفظت سايون. اصلا لو عرفتوا كيف حبيت سايون تضحكوا. هنا مرة حبيت التاتوز حقت ميني، اخي ميني ملامحها مرة غريبة، مرة حلوة، ما قد شفت زيها الصراحة في الكيبوب. اوه ماي جاد لبسات سو كيوت، احسها كيوت في نفس الوقت كده ملامحها ما اعرف، بس مرة حلوة مرة. المهم سايون حبيتها، فجأة جاني اد لي قلت مين دي اللي تصويرها مرة حلو، مين دي البنت الكيوت، مع انه ما كانت ملامحها باينة، بس دخلت عليها ولقيتها انها سايون من جي ايدل، قلت لازم لازم خلاص تصير فان لدي الفرقة. فعلا بعد ما سمعت انا قدي سامعة او ماي جاد هنا يوكي، سوري اذا ما نطقت اساميهم صح، اكتبولي في التعليقات هل منطقها صح ولا لا. مرحبا بيتر بيرسينج، الصراحة كل شيء كل الديتيلز في ذا الألبوم مرة حلوة. هي بالله شوفوا تقول ستيكر عادية بس معليش مرة حلوة، حلوة كثير للألبوم. حبيت إنه كأنه كذا فاهمين الألبوم مشكشك الصور، إنه كأنه مسوين كل واحد مسوي كولاج. تاكل توست على جريتر جاها توها، كيف نطق اسمها أعتقد، she's so cute. كنت بقول إنه يعني قد سامع توم بوي مليون مرة تقريبا حرفيا on repeat، وسمعت كمان نود مو مرة حبيتها، كوين كارد عاد it sold me to the album حرفيا، قلت لازم أخذ الألبوم. بس للأسف ما سمعت ما أسمع كنت أو للآن غير المين تراكس، فإذا تنصحوني بأي أغاني أكتبوا في صندوق الوصف، صندوق الوصف في التعليقات، وحقول لكم، لأنه أغلبكم أو كلكم أحسكم نفس ذوقكم نفس ذوقي، اكتبوا لي أغاني حبيتوها الجي آيدل من كل عادي من كل العبادات، وحسمعها وأقول لكم رأيي. مرة حبيت الصورة، شوفوا أمان سايون كيف، شوفوا كيف مرة كيوتين، مرة هنا ميني أوه ماي جاد. الصراحة مرة زعلانة إني ما حبيتها من أول، وإن شاء الله حاخد من كل عودة من بعد توم بوي حاخد لهم سي دي مرة كيوت، حاخد ألبوم فيزيكال ليهم، يعني ألبوم أقتني هذا فيها تراكس، ولا لو بدي أجمع العضوات حاخد الفوتوكارز أشتريها من أماكن تانية. تخيلوا هذه الانكلوجنز، تخيلوا بايسكم يكون سايور وتشيكم هي، هذه إشارة إنكم لو أحد يحب سايور خلاص حبوا جي ايدل، أو مترددين هذه إشارة لكم. ميان 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 مو ميان ميان كيوت، هذا من جد هذا الدحين حقها الشخصية
مرة حبيت التاتو، حبيت حركة التاتو لأنه هنا ثيمة الألبوم كله تاتوز، فحبيت أحطها في المجونة في السعودية بإذن الله. تاها so cute. هنا الفوتوكول سيادنا، والروح شكلها حلو. وبس كده وصلنا لنهاية الألبوم، أشوفكم في الفيديوهات الجاية. باي، انتبهوا على نفسكم ونرحبكم. باي.